السلام عليكم الغزالة ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة ان شاء الله، وتكونوا فرحانين وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. المهم الغزالة ديالي، اول حاجة الا كنتي اول مرة كتشوفيني ما تنسايش تابوناي في لاشين ديالي لتحت فاتي ام نزار توريا تواب، وما تنسايش تاكتيفي الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. ولا عجبك الفيديو ديالي ديري جيم دابا قبل ما تكمليه، وانا متاكده بلي غادي يعجبك. المهم البنات، الفيديو ديال اليوم مختلف بزاف، هو فيديو خاص بشنو عندك في الحقيبه ديالك، في الصاك ديالك اللي كتهزيه معاك ديما. بصراحه كنوجه تحيه للاخت ام يوسف، هي اللي طلبات مني انني نشارك معاها هذا الفيديو هذا. كنتمنى حتى نتوما اللي تشاركوني الاراء ديالكم وتطلبوا مني فيديوهات اللي تبغيو تشوفوهم معايا. المهم البنات، المهم انا الصاك اللي كنهز هو هذا كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. المهم يمكن لكم ديروا له فين هي السميطه هنايا كاين الداخل، كتهزي هكا كيف ما عجبك كتهزي. وعندي هذا هو اللي عزيز عليا، واكثريه الوقت اللي كنهزو هو هذا كيف ما كتشوفوا. المهم الغزاله ديالي، نبداو بالكبير ولا بالصغير؟ المهم انا غنقلب لكم الكاميرا باش تشوفوا مزيان شنو كاين عندي في الساك. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وكنتمنى تشجعوني وتدعموا القناه ديالي باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وانتظروا الجديد ديال هاد عاشوره غدا ان شاء الله. كنتمنى يعجبكم وتكونوا كتنتظرونا بفارغ الصبر. يلا الغزاله ديالي، تبعوا معايا الفيديو حتى التالي وديروا جيم دابا. المهم الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا، هادو هما السكن اللي عندي. كاينين سكن اخرين ولكن الاكثريه يعني كنهز بحال هكا اللي صغارين. المهم انا صراحه ما عندي حتى شي فكره على هاد الفيديو هذا، يعني طلبات مني واحد الصديقه ديالي تحيه ليها ام يوسف في تنزانيا، بغات تعرف شنو عندي في الحقيبه ديالي ونشارك معها المكياج ديالي. المهم انا هاد النهار غنشارك معها غير الحقيبه ديالي، المكياج غادي ندير له فيديو خاص ان شاء الله. المهم ما عرفاش كي غادي يكون الساك من الداخل، ما تضحكوش عليا وخليو لي كومونتير ديال التحت على هاد لا فيديو. واش حتى نتوما يعني الساك ديالكم كيبقى مربول، اللي كتهزي وتحطي تهزي وتحطي، اللي كيكون لتحت كيكون الفوق، اللي كيكون الفوق كيولي لتحت، ضروري كيتربل الساك. يلا غزالات ديالي، شوفوا هاد المفاجاه الكبيره اللي عندنا هنا، هاد الفضيحه ولا شو ها. الصراحه هاد راس الساك كيف ما كتشوفوها نتوما عندي مربول. المهم انا غنوريكم حاجه بحاجه. المهم كنظن هادي راه كلشي عارفها هكا ولا هكا، ما عرفتش كغطلع لكم هكا سوبرادين. المهم كناخدها من الصباح للصباح، ماشي ديما صراحه الله، يعني بعد ما راسني كنحس بلا فاتيك ولا شي حاجه. هادي بوشيت ديال النضادر، دايره فيها نضادري انا وسي محمد. المهم لي لونيت هادو ديال سي محمد. صراحة الله البنات كنصحكم، يعني انا هذه بتجربة دابا جربتها وديما عرفتو ديما كنتزطم كنغلط وكننسى. في مرة ملي كنمشي نشري النضادر عرفتو كتعمالي، نزيد ندور الكاميرا، عرفتو كتعمالي هانتوما الا تعقلوا. راه النهار اللي خديت هادو راني شاركتهم معاكم، عرفتو هاد الدجاج هادو ديالو اللي هنا بدا كيتقشر، ما صدق ليش كاع في مره ما عرفتش باش. وانتم كتشوفوا يعني راني كنغطيهم زعما باش ما كنعتذر. كنصور فوق الناموسيه، وملي كنتحرك كيمشي كلشي. المهم البنات كي كتشوفوا يعني راهم مغطيين، ما كنخليوش زعما باش ما كيتلاصقوش باش ما تخبش. شنو اخر؟ هذا كريم مرطب ديال افون ديال كار، صراحه الله زويون. غير هو ريحتو ماشي يعني شي ريحه، ولكن غزال يعني كيرطب، ما كيخليش داك التشققات. سيرتو دابا الناس عارفين مع الصيف ما كيخليش داك التشققات. شنو اخر؟ المهم هذا ريسيل كنديه حتى هو يعني معايا فوندو، تما كنديرهاش البنات دابا مع هاد الصيف، راكم عارفين يعني فوق كتعرقي كيبقى داك الزرزور هابط لك في وجهك، داك الخط انا ما كيعجبنيش. المهم انا هذا عاد خديتو ديال نيتلو ماسكارا، صراحه الله زوين البنات. عرفتو واخا كيبقى لك شحال في عينك بحال با خوت نساي وتحكي، ما كيجلط لك عينك ما حتى شي حاجه، واخا دوشي بيه ولا اخر ما كيزولش. هذه الشرطه كنديرها مره. المهم البنات انا في هذا الصيف ما بقيتش كندير ديال بيوتي سيتي، حتى هي صراحه الله صدقات زوينه على هاد الشكل. شنو اخر؟
هذا البنات هذه لا جوندام. كنت مشيت ناخذ عرفتش مشيت ناخذ النيزار شي حاجه من المكتبه شحال هذه بري تقريبا راه شي عام وهي عندي ومازال مسدوده ما كنحلها ما حتى شي حاجه. صراحه انا كيعجبني نكتب كيعجبني ندير يوميات نكتب شي حاجه ضرتني ولا شي حاجه فرحتني. عندي بزاف ديال الدفاتر كاتباهم. هذا العطر ديال نيزار على هذا الشكل هكا كيف ما كتشوفوا بيبي بيار حتى هو زوين صراحه الله عرفتو نوريكم الشكل ديالو. وصراحه الثمن رخيص اللي بغى يشري العطر لوليداتو والله الا رخيص انا عرفتو انا نفعني خدينا واقيله بشي 25 درهم هكاك تكون من عند عبد الحق اللي في الشارع بالنسبه للناس اللي في زواغه غيكونوا عارفين عرفتو ريحتها فين البنات انتما شمو. شنو اخر مبرد لا ليم راكم عارفين يعني من البنات ماشي ضروري تهزين مبرد باش غير تبردي خصك تبغي دفرانك. لا البنات بحال دابا بعض المرات كيتشنقب لك دفراك بالنسبه بحال بان بعض المرات كنكون كندير الدره ولا شي حاجه خارجه ما كتحشعريش براسك كتلقاي الدفر جر لك واحد الخيط من الدره وكتمزك كتولي فشي شكل. هذا البنات سيروم خديته على حساب الكيغاتين كنديرو من بعد التدواج ولا قبل التدواج فوق ما بغيتو صدق زوين حتى هو البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا. انا النهار الاول ملي شفته سحبت لي يعني جاري دغيا غادي يمشي لي ولكن هانتوما شوفوا نتمنى تكون الصوره واضحه البنات صراحه الله غزال. شنو اخر عندي عندي هذا يعني في الساك الكبير الاكثر يا البنات كندير هادشي يعني ما كنهز شي حاجه يعني شي حاجه في الاول القبعه هذه ديال اوريفلام ديال زيت سويل دو كوكو حتى هي زوينه بزاف. المهم اللي بغيت نقول لكم البنات الساك راه يقدر يجيكم خاوي صراحه راني عاد وليت كنهز معايا هادشي. في الاول ملي كان نيزار كيدير لي كوش يعني كان صافي كتلقاي بابي جينيك ولا لينجيت ولي كوش وصافي يعني هادشي اللي كتلقاي عندي هادشي اللي كتلقاي عندي في الصاك ما كندي معايا لا مكياج لا حتى شي حاجه صافي كندير لا غندير شي حاجه كنديرها في الدار وكنمشي. هذا البنات ميس كنظن راه كلشي عارفوه عفوا كيس ديال الاكاتر زويونه البنات. هو معطر وفي نفس الوقت كيخلي البريون في الذات هانتوما كنتمنى تكون كتبان لكم صراحه الله. انا هذا مقليل فين كنديرو كنديرو بعد مراس منين كندوج وكنديرو منين كنكون بحال واحد الطاره في شي عرس ولا شي حفله ولا شي حاجه يعني كيعطي واحد ابغيونس زوينه البنات. كاين في هذا النقري وكاين في الذهبي عرفتو غزاله ريحته انا بعدا كتعجبني. وكاين هذا كنظن راه كلشي عارفو دابا راه كلشي واخدو ديال كارلوطا كان خداه لي سي محمد في راس العام ما بقاش فيه بزاف راه قريب يتسالى. ما عرفتش الكتالوج ديالو واش مازال لي باش نوريكم لي شونتيو اللي فيه صدق غزاله البنات حتى هو خديته من عند عبد الحق. الا عجبكم راه يقدر يجيبو ليكم. شنو مازال هذا مقبض. المهم انا صراحه الله كنقنط بالدره يعني الاغلبيه كنخلي شعري اما مطلوق ولا مرخوف ملي كنزير الدره البنات والله الا كنحس ماشي الدره ملي كنزير السفنجه كيما كنقولوا كنحس بحال شي زغبه مازال منتوفه لي ما عرفتش واش نتوما بحالي ولا لا. هذا البنات كنظن راني كنت شاركته معاكم شوفوا بدا يتقشر لي حيت ديما كنديرو. كنت خديته من سيدي حرازم شحال هذه وصافي. مازال هذا البنات ماسك ديال ماي واي ماسك لاشراق ونضاره البشره صراحه الله زوين ديال الليمون. كدير مره كيدير مره في الاسبوع صراحه الله ما بقيتش كنديرو دابا بحكم اني كندير لي كرو ما بقيتش كنديرو. هنا عندي ديودورون كنظن راه يعني هادي راه في هذا الوقت في هذه الحراره راه كلشي غيكون هزها. هذا البنات ديال لوبيي لوبيل لا لوبيي ما عرفتش كل واحد كي غيقراها على حسب نحنا دابا القرايه بزاف كتقراي في لونغلي وفرونسي وسبانيونيه كيتخلطوا عليك العرارم. المهم البنات هذا راه قريب يتسالى لي ما بقاش فيه بزاف. مرطيب ديال الشنايف بحال صراحه كنت خديته في البرد على حسب الموتور البنات راكم عارفين كيضرب فيك داك الريح
كيضرب فيك داك الريح بحال اللي كيتمشقوا لك الشنايف ديالك كيبداو يتقشروا، وهذا معطر للجسم حتى هو. ها نتوما كنتمنى يكون باين البنات، هانا بخاخ معطر للجسم حتى هو البنات، من الماركه نفس الماركه ديال هذه، حتى هو من كارلوطا. ها نتوما الا كيبان لكم حتى هو كان معاه في نفس الباكيت. واخر حاجه هي هذه اللي ما كنستغناش عليها في ملي مشيت كنديرها ها نتوما باش تعرفوا بلي راه ما بقاش قربت تخوى، ما بقاش فيها بزاف، حتى هي غزاله البنات صراحه الله. انا كنتجنب داك لي كريون، هذه الشيته ديالها، كنتجنب داك القلم ديال التراساج وداك الشيء، يعني كيطيح انا بالنسبه ليا كيطيح لي يعني حجباني ما كيبقاش. هذه هي الماركه اللي كندير انا صراحه الله، زوينه كندير المارو وصافي البنات. اوبس وصافي البنات، دابا غادي نرجع هذا الشيء للصاك باش نشوفوا الصاك الصغير شنو عندنا فيه. كيف ما قلت لكم كتكوني كتقلبي على شي حاجه كتجبدي غير التاويل النهار الاول، كتكوني خارجه كتستفي وتقادي ام فوا كتجبدي داك الحاجه ولا ما كتلقايهاش كتبداي ترمي، استغفر الله، كتبداي ترمي شي فوق شي. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم صراحه، انا اول مره كندير لي فيديوهات بحال هكا وكنشكر بزاف الصديقه ديالي اللي طلبات مني انني نشاركها الساك ديالي شنو عندي فيه. يلا غزاله ديالي دابا غادي نمشيو باش تشوفوا معايا الساك الصغير شنو عندي فيه. ودابا غندوزو للساك الصغير، يعني هاد انا هذا هو اللي كنهزو يعني معايا بزاف، كيجيني خفيف ما كيف ما قلت لكم ما كنحتاجش يعني شي حاجه. المهم هادي اول حاجه ضروري خصني تكون عندي دو لي بران ديال ولدي صراحه. السخانه عندي مشكل انا مع السخانه، اون فوا كنشوفو بداو عينيه ينعسو بدا يترخى، خصني ضروري ندير له قالب من هذا. وشنو اخر؟ هذه اللعبه ولا اي حاجه يعني كنديها معايا النزار، حيت راكم عارفين الدراري الصغار كيشوفوا شي حاجه عند شي واحد حتى هما كيتفكروا اللعب ديالهم ولا كيتفكروا بلي خصهم حتى هما يلعبوا شي حاجه، ولا يوريو اللي يوريو الا تلاقاو شي وليدات كيبغيو حتى هما يوريوهم شنو عندهم. المهم هذا الشارجور يعني كنظن دابا حتى واحد ما بقى كيستغنى عليه، هذا ميزان الحراره. المهم كنتمنى تكون داكشي باين. المهم ممكن اللي غتجي هاد الفكره ما عندها حتى شي معنى، ما عندها حتى شي علاقه، صافي هادو غير لي بومبو. هادي اللعبه ديال نزار كانت عطاتها له خالتي، بيل كيما كتشوفوا الليزر. ها نتوما راكم عارفين الدراري الصغار اي حاجه شافوها كيلصقوا فيها. شنو اخر عندي هنا؟ هادي مازال بومبو. وهذا البنات كنت خديتهم اللي كنت في ملي كنت مشيت لابيسين كنسد بهم ودنيه، حيت صراحه الله المره اللي مشيت قبل من هذه كانت مرضات لي ودني، تسدات لي في مره ومرضات لي حاشاكم عذباتني. وصافي هذه حجره نديرها لي نزار عندي في الساك، حيت صراحه الله هو عنده العمر في الفراده كيهز الفردي وكيحط له وكيحيد له. صافي يبقى لي هنا شي صريف صريف وصافي. هانتوما هذا هو الساك اللي عندي. ومهم غزالة ديالي هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، يعني في الاول المرأة ملي كتكون في الاول مازال عندها البيبي مازال صغير مازال عندها الترابي، يعني راه كتكون شويه ديال التماره كيكون شويه ديال العذاب، ديما الصاك متقل ديما خصك ها لي كوش ها لينجيت ها الرضاعه ها الهيا، ما خصك تنسي حتى شي حاجه. مي ملي كيبدا يكبر الولد شويه ولا البنيته كيخاف الحمل كيف ما كيقولوا من كل جهه، يعني استغفر الله، يعني حتى الساك ديالك كيخفاف، كتكوني كتهزي ساك كبير وساك الساك ديال البيبي وساك ديالك، كتبغي تهزي غير الساك ديالك وكديري فيه كل شيء. من بعد ما كيكبر الولد شويه كتبغي تهزي غير بحال هكا سيكان سويكات صغار وصافي. المهم كنتمنى يعجبكم هاد الانصوب هذا ديال الساك صراحه الله زوينين. صدقوا زوينين. انا في الاول كنت حاقره يعني هذا كنت كنقول راه كاع ما غيهز، كيف ما قلت لكم هانتوما الربل يعني ضروري ما كتهزي وتحطي تهزي وتحطي لا كيولي كلشي مربول. يلا غزالات ديالي كنتمنى هاد الفيديو يكون عاجبكم، وخليو لي كومونتير على واش هادشي خاصو يكون ولا شتا نتوما سيكانكم دايرين بحال سيكاني واش نتوما عندكم هادشي وانتوما معايا. صافي غزالات ديالي الفيديو ديالي هو سالي هنا كيف ما كتشوفوا،
يعني انا كنفضل هذا الساك هذا هكا كيجيني خفيف بزاف بزاف البنات، يعني ما كنحتاج حتى شي حاجه، كنهز معايا التليفون ولا كلينكس لولدي ولا الفلوس ولا شي حاجه، ما يعني ماشي بزاف صراحه. الله ناقصني حاجه وحده، ناقصني بزاتم صغيور كنعيا هكا غير كنهز اللوح في الصرف، كنهز اللوح في الصرف. بعد مرات كتحطي الساك كيجي الوليد كيحلو لك، تقدر طيح لك شي حاجه ولا شي ورقه وصافي الغزالات. كنتمنى تعجبكم الفيديو ديال اليوم، وشكرا بزاف بزاف المتتبعه اللي طلبات مني انني نشارك معها الساك ديالي. كنحييها بزاف من هذا المنبر، وشكرا لكم كاملين، ومرحبا بكاع الناس جداد اللي تابوناو في لاشين ديالي. وكنطلبكم وكنترجاكم بزاف بزاف باش نوصلوا القناه ديالنا ل 1000 ابوني ان شاء الله. صراحه ملي كتدخلي وكتشوفي كديري مجهود وكتتعبي باش كتعبي باش تطلعي القناه ديالك وتوصلي الاصدقاء والمتتبعات ديالك شي حاجه مفيده وزوينه. ومن بعد كتلقاي نسبه المشاهده قليله، ولا كتلقاي لي زابوني كيطلعوا ويهبطوا. فريمون هادشي ما ساهلش، صعيب بزاف بزاف. وكنطلبكم وكنترجاكم اننا نوصلوا القناه ديالنا ل 1000 ابوني ان شاء الله، باش نتشجعوا ودعموني باش نعرف بلي كاينين الناس اللي متابعيني وباغييني انني نوصل، ونوصل لهم حياتي ونشارك معاهم الخايبه وزوينه في القناه ديالي. وشكرا لكم بزاف 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 على تعليقاتكم، على اي حاجه درتوها على قبلي، على لي لايك، على الناس اللي كيصيفطوا لي في الخاص والناس اللي كيصيفطوا لي في الواتساب. وتحيه كبيره لكم، وكنقول لكم بلي انا كنبغيكم بزاف بزاف. وشكرا على الدعوات اللي دعيتو مع ولدي نزار على حساب دخول المدرسي ديالو. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وتهلاو في راسكم وعواشركم مبروكه مره اخرى، وانتظروا الفيديو الجاي ان شاء الله غيكون فيديو جديد ديال عاشوره، كيفاش دوزتها وكيفاش احتفلنا وكيفاش نشت مع العائله ديالي. نهاركم مبروك الغزالات ديالي، وبسلامة عليكم. وما تنساوش ديروا لي جيم قبل ما تساليوا لا فيديو، ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي مره اخرى، وخليوا لي كومونتير وتعليقاتكم على السويكات هادو، قولوا لي كيف جاكم وكنتمنى يعجبوكم. بسلامة عليكم.